الفترة الأخيرة إحنا بدأنا ناخد معلومات غلط، بننفذ بعض التعليمات من خلال الإنترنت أو من خلال معلومات مغلوطة من بعض المجتهدين. هيقول لك أنا خبير تغذية، أنا خبير كذا. كلمة خبير دي مش موجودة في منظومة الطبية. يعني هو هل حاصل على دبلوم التغذية، ماجستير تغذية؟ هل هو أصلا دكتور مؤهل يتكلم في التغذية العلاجية ولا لأ؟ الفترة الأخيرة فحصلت مشاكل مع المشاهدين، واللي عنده حالات مرضية بيحاول يعمل دايت قاسي ينزل بسرعة، بيأثر على الحرق بتاعه، بدل ما كان بيحرق 3000 سعر حراري مع النظام الغذائي القاسي بيحرق 1500 سعر حراري، ينزل 7-8 كيلو يرجع 15 كيلو مكانه. الأمور دي كلها عقدت الأمور أكتر، أو عقدت العلاج بتاع السمنة. ولكن لو بصينا بمنظور طبي، الرياضة، شرب المية كتير، أكل طبيعي بس منظم على 5 مرات في اليوم، فطار غدا عشاء ما بينهم وجبتين سناك، أكلات بسيطة، الفاكهة اللي بحبها أكلها، رز، مكرونة، عيش، كل الأمور دي مفيش أي مشكلة فيها، ولكن بكميات محدودة. لما أنا بحس بالشبع أو باكل وجسمي جزء من الشبع موجود أو إحساسي مفيش جوع، الجوع ده بيعمل لي حاجة اسمها حالة طوارئ. يعني إيه حالة طوارئ؟ أي أكلة باكلها يروح الجسم يخزن منها. لما يخزن بيخزن عبارة عن إيه؟ دهون ومية. الدهون دي كوليسترول مرتفع، دهون ثلاثية، دهون على الكبد، خمول للجسم، ضعف عام، هزلان، عدم وصول الدم للمخ بشكل طبيعي. كل الأمور دي كلها أنا متخيل أنا بعمل نظام غذائي قاسي لأن عشان صحتي تبقى أحسن، بالعكس صحتك هتبقى أسوأ. وطبعا على تجارب كتيرة جدا وجدوا إن 3% فقط نجحوا بالأنظمة الغذائية القاسية، طبعا مع بعض الأعراض الجانبية، الباقي ينزل ويطلع، يخس شوية ويزيد أكتر. فطبعا كل ده أثر على الطاقة الداخلية. الوسائل العلاجية لعلاج السمنة المتطورة الطبية، ناكل أكل ونمضغ الأكل كويس جدا، نتمشى يوم بعد يوم 30-45 دقيقة مشي عسكري، هي الخطوة السريعة. مش شرط جيم وحديد ولا، مش شرط، مفيش أي مشكلة خالص. شرب المية كتير، وأنا باكل بدل ما ابلع بمياه غازيه ممكن اشرب بق او بقين من الميه، افضل بكتير. طب يا دكتور الميه بتعمل كرش، قلنا قبل كده بدل الحلقه واثنين وثلاثه وبقولها لكم تاني، الميه ملهاش علاقه، الميه لا سعرات حراريه ولا طعم ولا ريحه، وليها مسار والاكل ليه مسار، فمالهمش علاقه ببعض. كل اللي بيحصل اللي هو تاخير عمليه الهضم.